النادي الاهلي النهارده فاز ببطوله السوبر للكره الطائره بعد فوزه على نادي الزمالك بثلاثيه نظيفه. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن محمد مسرحي المدير الفني لفريق الطائره بالنادي الاهلي. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، بهنيك الفوز بهذه البطوله، اول بطولات هذا العام للنادي الاهلي. المعتاد انه النادي الاهلي في الكره الطائره دائما مميز وصاحب بطولات عديده. صباح الفل عليك كريم، الحمد لله، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه وكل الناس يعني في الجهاز. بطولة يعني تعتبر الأولى وتعويض عن الموسم المحلي اللي فات إن شاء الله الحمد لله. النهارده المباراة بالنسبة للنادي الأهلي قد تبدو كأنها مباراة سهلة، النادي الأهلي عارف يحسم الثلاث أشواط والأداء كان رائع جدا من النادي الأهلي، كنت متوقع الشكل كده النهارده ولا كنت متوقع ندية أكبر من نادي الزمالك؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها سهلة، أنت بتلعب نادي الزمالك، نادي كبير ومحترم جدا ولعيبه كلها منتخب ممتازين. تمام، والشوط الاول كمان كان ايكوال كله تقريبا لغايه 18-18 لغايه لما الحمد لله فرقنا. الشوط الثاني الحمد لله فرقنا جدا، كنا من اوله لاخره. الشوط الثالث هم كانوا 5-1، بداوا بدايه كويسه جدا، لكن برضو خبره اللعيبه عندنا وبدنا نحسم الشوط يعني الحمد لله بخبره لعيبه. البطولة العربية إن شاء الله هتبدأ يوم 20، سعادتكم ليها يا كابتن محمد؟ إن شاء الله هناخد يومين إجازة كده، وطبعا بطولة قوية جدا. هتديك طبعا في أندية من قطر وليبيا والزمالك طبعا يعني فرق، والحقين الفرق طبعا كلها بتجيب محترفين. إن شاء الله هناخد يومين إجازة ونبتدي على طول المعسكر من يوم الأحد بإذن الله، ونخش طبعا في معركة تانية وربنا يسهل إن شاء الله ونقدر نحسمها. الاهلي هيجيب محترفين خلال هذه الفتره قبل البطوله العربيه ولا هيكتفي بالقائمه اللي موجوده؟ لا هو البطوله العربيه فيها اثنين محترفين واحنا معانا اثنين محترفين، واحد الايطالي والكوبي، فهنكتفي بالقائمه اللي عندنا ديت طبعا، لان احنا مش مسموح لنا اكتر من كده. الكابتن الكبير كابتن محمد مسلحة المدير الفني لفريق الطائره بالنادي الاهلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى الفوز اليوم بالسوبر على حساب نادي الزمالك بثلاثيه نظيفة، ثلاثة أشواط نظيفة.